الاكسل هو اهم مهاره في سوق العمل في الوقت الحالي، وكتير جدا للاسف من الشباب بيضيع وقته في الكليه حاجات كتيره جدا وبينسى الاكسل. الاكسل بياخد وقت طويل للتعلم، ازاي الوورد والباوربوينت والاوتلوك حاجات سهله، لا الاكسل صعب شويه وفي فورمولا وفي حاجات كده وفي حركات وتركات. على الاقل كل يوم، كل اسبوع، مرتين، 3 مرات في الاسبوع ادخل على اليوتيوب اكتب الاكسل، هتلاقي شرح من الالف للياء عربي وانجليزي بمختلف اللغات، وقدامك يا باشا اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر، ابدأ طبق. النهارده مثلا خدنا ازاي نعمل جدول، يبقى انت عرفت، واكتب بقى في النوت، ابقى اعمل بقى الحاجات دي بحيث انك على الاقل تكون عارف تعمل المواضيع دي ازاي. الاكسل فيه ميزه وعيب، انك تقدر تتعلمه ولكن لازم براكتس لانه بيتنسي بسرعه، لازم تتمرن عليه. فاعمل بقى شيت، اكتب النهارده مثلا هنعمل جدول فيه اسامي وفيه ارقام، ازاي نجمع، ازاي نطرح، كل يوم لازم تتعود عليه. مل عينك من الاكسل لانه مهاره مهمه جدا 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 في سوق العمل، وما شفتش شغلانه من اول اللي قاعد على الريسبشن لغايه المدير كله بيستخدم الاكسل. اللي قاعد على الريسبشن بيسجل العملاء وبيشوف عدد الترانزاكشن وهكذا، المدير بيعمل تحليلات عليه ودياجرامات مستخدمه بشده، وهو واحد من المهارات اللي بمطلوبة جدا في سوق العمل وكتير جدا بيهتموا بيها. فخلي بالك كويس قوي من المهارة دي وابدأ من دلوقتي يتعود عليه وما تضيعش الفرصة انه بياخد وقت.